السلام الله عليكم سيدة، بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة التطبيقات اللغوية المندرجة ضمن الأسبوع الثاني من الوحدة الخامسة، مجال الغابة، المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع. إذن أبدأ على بركة الله. أقرأ النص. الشجرة العملاقة تعد شجرة الأرز كنزا وطنيا طبيعيا، وتغطي مساحة كبيرة من غابات الأطلس المتوسط. إن هذه الأشجار تستطيع أن تعمر أكثر من 1000 عام، وخير مثال على ذلك شجرة كورو التي يبلغ ارتفاعها حوالي 42 مترا وعرضها 8 أمتار، وقدر الباحثون عمرها ب9 قرون، وقد تحولت إلى مزار سياحي يجلب لهذا المكان آلاف الزوار الذين يحرصون على التقاط صور قرب هذه الشجرة. إذن أنجز على دفتري، أصل بين كل كلمة والمعنى المناسب لها. تعمر مكان الزيارة، يجذب وقت الزيارة، تعيش طويلة. لاحظوا معي، إن هذه الأشجار تستطيع أن تعمر أكثر من 1000 عام. إذن تعمر بمعنى تعيش طويلا. مزار مكان الزيارة، يجذب وقت الزيارة. إذن مزار سياحي يجلب لهذا المكان آلاف الزوار. إذن مزار مكان الزيارة، يجلب لهذا المكان آلاف الزوار، يجذب آلاف الزوار، يجذب. إذن تعمر تعيش طويلا. مزار مكان الزيارة، يجذب. أذكر موقع شجرة الأرز ومميزاتها. إذن أذكر موقع شجرة الأرز ومميزاتها. إذن تقع شجرة الأرز في غابات الأطلس المتوسط، وتتميز بكونها شجرة معمرة وضخمة وباسقة. إذن تقع شجرة الأرز في غابات الأطلس المتوسط، وتتميز بكونها شجرة معمرة وضخمة وباسقة. أضبط بالشكل التام ما كتب باللون الأزرق. إذن تعد شجرة الأرز كنزا وطنيا طبيعيا. إذن تعد شجرة الأرز كنزا وطنيا طبيعيا، وتغطي مساحة كبيرة من غابات الأطلس المتوسط. إذن تعد شجرة الأرز كنزا وطنيا طبيعيا، وتغطي مساحة كبيرة من غابات الأطلس المتوسط. إن هذه الأشجار تستطيع أن تعمر أكثر من 1000 عام، وخير مثال على ذلك شجرة كورو التي يبلغ ارتفاعها حوالي 42 مترا وعرضها 8 أمتار، وقدر الباحثون عمرها ب9 قرون، وقد تحولت إلى مزار سياحي يجذب لهذا المكان آلاف الزوار الذين يحرصون على التقاط صور قرب هذه الشجرة. إذن أستخرج من النص اسم إشارة وأركبه في جملة. إذن اسم إشارة لدينا هذه الشجرة وهذا. إذن نأخذ اسم إشارة واحد وأركبه في جملة. إذن سأختار هذه مثلا. هذه المسرحية ممتعة. ما
مسرحية ممتعة. اكتب مكان النقط الضمير المنفصل المناسب. شجرة الأرز هي مثلا التي تغطي جبل الأطلس، إذا شجرته، إذا مفرد، إذا هي مفرد مؤنث. شجرة الأرز هي التي تغطي جبال الأطلس. الباحثون الذين قدروا عمرها، إذا الباحثون هم الذين قدروا عمرها، إذا شجرة الأرز هي التي تغطي جبال الأطلس. الباحثون هم الذين قدروا عمرها. إذا أضع مكان النقط أصبحت، أضحت، أو صارت. إذا شجرة الأرز كنزا وطنيا، إذا شجرة الأرز كنزا وطنيا. أضحت شجرة الأرز كنزا وطنيا. شجرة كورو مزارا سياحيا. أصبحت شجرة كورو أو صارت شجرة كورو مزارا سياحيا. شجرة الأرز تغطي مساحة كبيرة من غابات الأطلس. أصبحت شجرة الأرز تغطي مساحة كبيرة من غابات الأطلس المتوسط. إذا بالنسبة للجملة الأولى أضحت شجرة الأرز كنزا وطنيا. شجرة كورو مزارا سياحيا. صارت شجرة كورو مزارا سياحيا. شجرة الأرز تغطي مساحة كبيرة من غابات الأطلس المتوسط. أصبحت شجرة الأرز تغطي مساحة كبيرة من غابات الأطلس المتوسط. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.